تابع به التسجيل. نعود ونقول له أستاذ المكالمة، الكثير من التساؤلات وصلتنا منذ البارحة حول المكالمة الهاتفية، هل فيه شخص معين راح يعني يجاوبهم هاتفيا أو راح تكون مجرد تسجيل صوتي أوتوماتيكي يجاوب عليهم أنه ملفهم مقبول أو تم التسجيل؟ بالنسبة للابال تيليفونيك، هذا الرقم الثابت هذا هو تجيه رسالة صوتية، ما كانش الشخص يعني يجاوب على المكالمة، هي رسالة صوتية مسجلة مقبل مسبقاً يعني. مسجلة مسبقاً وتعطي له تأكد له بنجاح عملية التسجيل. نطمئن المواطن في المرحلة هذه بأنه ما رايحش يكون ضغط ولا كاين يعني وضعنا كل إمكانيات تو لي مويان بوغ كو ما يكونش اون شارج ولا على الهاتف النقال. ونزيد نقطة مهمة ثانية، أنه عندنا مدة يعني درنا مدة طويلة هي اللي هي 48 ساعة يومين باش تقدر تتصل بالرقم الثابت هذا، يعني مجرد تتصل به عندك 48 ساعة بعد ما تحفظ المعلومات تاعك تقدر تتواصل مع الرقم هذاك خلال 48 ساعة، يعني 48 ساعة باش تتأكد التسجيل. جميل، وبمجرد تحفظ المعلومات تتواصل مع الرقم يعني الإجابة راح تكون الأوتوماتيكية راح تكون مباشرة أستاذ؟ نعم، الإجابة راح تكون أوتوماتيكية، مش يعني شخص يجاوب عليك ولا يقول لك بلي راك هناك رسالة صوتية مسجلة مسبقا اللي راح تأكد لك بلي عملية التسجيل قامت بنجاح وهكا راك أصبحت مكتتب في برنامج عدل 3 بالتوفيق إن شاء الله. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.